سؤال، ما رأي حضرتكم في شهادات المليون؟ ما اعرفش عنها حاجة بصراحة، يعني ما درستهاش وما اعرفش حكايتها ايه. سؤال، ما هو السبب في الرشم بالميرون ولماذا يعمل؟ سر الميرون بيسموه سر المسحة المقدسة، وبه ينال الإنسان حلول الروح القدس فيه. السؤال الثاني، كيف يواظب الإنسان على قراءة الكتاب المقدس؟ اقرأ كل يوم على قد ما تقدر، بس اقرأ بفهم وحاول في كل قراية انك تاخد آية وتطبقها عمليا ان كان ممكن. السؤال الثالث، كيف افرق بين مذاكرتي والصلاة؟ يعني هي الصلاة بس اللي هتعطل مذاكرتك يا ابني؟ انت وقتك كله مذاكرة دقيقة، ما فيش دقيقة فاضية، ما فيش وقت بتتكلم فيه مع زمايلك، ما فيش وقت بتتسلى فيه، ما فيش وقت بتتكلم مع العيلة. يعني هي بس الصلاة هي العقدة في الزور، على ان تصلي ان ربنا يعطيك فهمك المذاكرة ويعطيك نجاح وقدره.